أذكر لك بتجربة شخصية، أنا أعمل مع وكالات دولية عالمية بالعراق لسنوات قريبة، وبعدها أعمل مع مؤسسات بتخصص الاقتصادي وأيضا المشاريع وأيضا بداخل العراق. طيب. واحدة من المشاكل اللي تواجهها هي مسألة العصابات التهديد والابتزاز اللي ممكن تشوفها بأي مكان وبشكل خطير جدا. هذه العصابات بعض من عندها دا يكون متنفذ إلى درجة أنه ممكن يستخدم القانون، مرات يستخدم بعض المتنفذين داخل بعض دوائر الدولة أو مؤسسات الأمنية في عملية البلطجة التهديد والابتزاز بهذا الشكل. نعم، ذكرت لي أنه هذه التجربة شخصية، يعني حضرتك تعرضت للتهديد أو للابتزاز من قبل هذه الجهات التي وصفتها بأنها كبيرة ومتنفذة وبإمكانها استخدام القانون لإدانة حضرتك، أنت تعرضت شخصيا لهكذا أمور؟ الآن يعني ضمن الوكالة اللي أعمل بها المفروض سيصدر تقرير عن نوع الجريمة اللي تعرضت لها بالعراق للسنوات الاثنين الأخير. كانت هناك عصابة متكون من أفراد تستخدم طرق يعني حقيقة مخيفة جدا في عمليات التهديد والابتزاز وعملية، والبعض من عندهم عندنا تسجيلات فيديوية تؤكد عملية الابتزاز، وشخص من عندهم يعمل ضمن جسد يعني للأسف المنظومة القضائية، موظف بوحدة من المؤسسات والآخرين ببعض دوائر الدولة. التسجيلات الفيديوية تشير إلى عملية الابتزاز بشكل خطير جدا. الأخطر من عندها أنه هناك بعض المماطلة والتسويف اللي ممكن يشوب هذه العملية ببعض المراحل عندما تكون هناك دعوة رسمية أو قضائية موجودة ب يعني أروقة القضاء العراقي. صارت دعوة تقريبا إلى 3 سنين بها محامين 2، والوكالة اضطرت أنه تخرجني من العراق مرتين بسبب الخطورة اللي تعرضت لها من هذه العصابة اللي ممكن تهدد، كانت تهدد بالابتزاز والتصفية الجسدية وغيرها، وهذه كلها موثقة برسائل تهديد وأيضا تسجيلات فيديوية. مكتب الأدلة الجنائية قد صادق على صحة هذه الفيديوهات، وللأسف أنه تجد أنه هناك منظومة خطرة جدا تدعم هذه النوع من العصابات اللي ممكن يعني هذا التقرير لو خرج سيكون أخطر من التقارير اللي صدرت في مسألة تهديد بعض المطاعم اللي صار بالعراق، لأنه الآن احنا نتكلم عن موظف كبير يعمل مع مؤسسة دولية بداخل العراق ويتهدد بهذا الحجم. وضحت الفكرة من المشاكل.